جائز لماديات. رياتك تفضل. شكرا من ايد من عدمها. يا سلام يا عبير، بالفعل الفئة بكير غير شكل. يمكن لولا هالوقت يلي اسمه الصباح ما كان لك حياة نكهة، ومع فنجان قهوة وصوت فيروز بيكون الصبح أحلى وأحلى. حبيبي هذا لأنك شاعر، والشاعر إذا ما كان رومانسي ما بيكون شاعر. مو مسألة رومانسي، الشاعر هو إنسان حالم يحمل حلمه من مطرح لمطرح وبيرافقه وين ما راح وين ما أجا. طيب أنت شو حلمك بهالحياة بقى يا فؤاد؟ ليلي أنت بالأول بشو عم تحلمي؟ أنا بشو عم بحلم؟ أنا بحلم يكون عندي فيلا كبيرة، بحلم يكون عندي شاليه على البحر، بحلم يكون عندي سيارة مرسيدس آخر موديل، بحلم يكون عندي مصاري كتير بالبنك. شو كمان يا عبير؟ بحلم على مهلك عبير، شوي شوي لا تكبري حلم كتير، كتير شطحتي. بجوز، بس والله أنا عندي حلم صغير، أدرس الدبوس، حكيت لك عنه سابقاً كتير. أيوة، قصدك الرحلة السياحية لأوروبا. مزبوط. لك يا عبير، هالقرشين يلي معي ويلي صمتهم مية ورا مية وألف ورا ألف مخليهم لفرحتي اللي جاي. فرحتك اللي جاي؟ ايه؟ يعني ما بيحق لي بعد هالعمر اني افرح بحالي شوي؟ الرحلة السياحية ما رح تهرب يا عبير، بقى خليني افرح بحالي بالأول. يلا بخاطرك لا تأخري بالغداء، راجع الساعة 2:30. باي. يفرح بحاله؟ شو قصده يعني؟ سافرت في رياح الخريف فطرت. نعم. لكنني سريعا سقطت، لأني بورق الحلم جناحي صنعت، غير أني بعد أن تناثرت عدت ألملم ما استطعت بقايا نفسي والزمان. يا الله، الله يسلم هالتم يا أستاذ فؤاد. شو هالكلام الجميل، شو هالشعر الرائع. أنا حبيت هي إنه يلملم بقايا نفسي، أنا ما عم بقدر أعملها. ليش مين قال لك إني بقدر لملم نفسي المشتتة؟ الشعر يا أنيس مو أكتر من أمنيات، ويا ريت كل شيء بيحكيه الشعر بيتحقق، كانت الأرض بألف خير. وشو الفائدة من الشعر والشعراء لك؟ بهيك ظروف ولا شيء. وأحياناً بتساءل عن فائدة الشعر بهالزمن العملي الواقعي المادي، وبقول شو فائدة الشعر وقلوب الناس من حديد وعقولهم من صخر؟ شو فائدته بعصر ما حدا بده يقرأ، وإن قرأ ما بده يفهم، وإن فهم ما بده يطبق؟ شو فائدته بزمن صارت فيه المفاهيم معكوسة والمنطق مقلوب والآمال والطموحات كلها متعلقة بالمال والمادة وحب التملك؟ الشعر عمره ما حل مشكلة، ولا رجع مرة حرداني لجوزة، ولا وفى ديون، ولا اشترى فستان لعروس فقيرة، ولا بيت لشاب عزابي معتر، ولا دفع فاتورة موبايل ولا بنزين سيارة، ولا اشترى لعبة تفرح قلب طفل صغير، ولا فجر ثورة، ولا رجع أرض مغتصبة. الشعر هلأ يستعمل لمدح السلطان والإشادة بمناقبه والتغني بمآسره. الشعر هلأ يستعمل للبعبعة على المنابر بالمناسبات السياسية والاحتفالات الرسمية والاستشهادات الفظة المحنطة بمواضيع التعبير والمدارس. الشعر هلأ صار يستعمل للإيقاع بمراهقة صغيرة يلي ما بتعرف راسها من دك البستان، صار يستعمل لبلف عقول الجهلة والجاهلين. أنت شو صاير لك فؤاد اليوم؟ مو صاير لي شيء، بس إذا كان من أغراض الشعر الفخر فبإيش بدي أفخر؟ بالهزايم والنكبات والنكسات، بالتخاذل والضعف، بالخضوع والتنازل، بإيش بدي أفتخر؟ بالتلاحم والتعاضد بين الأخوة الأشقاء، بهالبلاد المقسمة والمنقسمة، بإيش بدي أفتخر؟
وإذا كانت من أغراضه التغني بالشجاعة، فشو بقدر أعمل قدام ظلم بني القربة والصبطانة المدحوشة بتمي والمخرز المصوب لعيني والتقارير المرفوعة والزنزانات الموضوعة على خدمتي؟ وإذا كان من أغراض الشعر الغزل، فبشو بدي أتغزل؟ بالأنوف الصناعية؟ ولا بالعدسات اللاصقة والشفايف المنفوخة والخدود المحقونة والبطون المشفوطة؟ وإذا كان من أغراضه الكرم والجود، فكيف بدي أنظم بيت واحد عن هالشي وأنا مشتهي اللقمة وعايف التكنة وما معي اشتري كندرة لمرتي وكتب مدرسية لابني؟ إيه بس أنت بالنهاية عم تكتب شعر رغم كل هالتحفظات. صحيح، بس أنا عم بكتب عن الجمال، جمال الطبيعة، جمال الخلق، جمال الروح، عن الوجدانيات والإنسانيات، عن الوطن، عن الطفولة، عن فلترة تعقيم الأحاسيس البشرية. لا وشو بيقولوا لي؟ أتحفنا بشعرك، أنت جدك شاعر وأبوك شاعر وعمك شاعر وخالك أديب، أنت ربيان ببيت أدب، بقى لا تبخل علينا الله يرضى عليك. بس كله على الفاضي، وحياتكن على الفاضي، لأنه لما بدق القنا بالقنا ما في حدا لحدا. إيه لا بس يا أستاذ فؤاد أنت متشائم كتير والأمور إلا ما تتعدى والقادم أجملها. وهيك أنا عم أقول، ليش شو بدنا غير أنه يكون بكرة أحلى؟ صحيح، بتعرفوا مين شفت اليوم؟ أكيد ما بنعرف. شفت الأستاذ عياد وبيسلم عليكن كتير 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 السلام. دخلك لساته باتحاد الأدباء العرام؟ ما بعرف، بس عطاني رقم موبايله، إذا بدك نتصل فيه ونسأله. شوفي يا ستي، قدامك طريق طويل. شايفتي؟ الأكيد الأكيد عندك سفرة مدللة. سفرة مدللة؟ منين يا حسرة؟ منين سفرة مدللة؟ وإذا كان حضرة جنابه بده يفرح بحاله. شوفي لي أم سعد الله يوفقك، شوفي لي في جمعة فرح، جوازة، خطبة، اطلعي منيح أم سعد الله يوفقك. لك والله هذا اللي شايفته بالفنجان. شو شايفة؟ يا ست الكريمة شايفة صالة كبيرة فخمة بتطير العقل وكلها ملانة ورود على مد عينك والنظر، وكمان شايفة ناس مهمين هالشكل. ليكون اللي بده يتجوزها بنت شي مسؤول. على مين قصدك؟ المحروس جوزي. لا هيك رح ازعل منك، الاستاذ فؤاد من طول عمره آدمي ومحترم. بعدين تعي لهون، انتي نسياني انه هو بحيطان الستين صار؟ يا خوفي تكون جهلة الستين. معناتها اسمع لقلك شو لازم تساوي. اهلين مش اهلين. اهلين يا رجل، الحمد لله مشتاق لك كثير. لك وين مالك مبين؟ طول عمرك مشاغل والله. معقول انت؟ طول عمرك. خليك سلم لي الوجه الحلو. اهلين وسهلين حبيبي. تفضل تفضل استاذ فؤاد. شكرا مرحبا. اهلين وسهلين، شرفت. اهلا وسهلا. ايه اسال الله، اسال الله على ايام النادي السينمائي والمركز الثقافي وندوه الفكر والفن والمسرح والموسيقى. فعلا كانت ايام ولا احلى من هيك، يعني 25 سنه مرقوا بغمضه عين. نحن مدري شو اللي صرنا، يا زمن تغير يا نحن تغيرنا. والله كل شيء تغير يا استاذ عياد. دخلك لساتك عم تكتب شعر؟ وراح اضل اكتب لاخر يوم بعمري. الشعر هو حياتي يا استاذ. ويا ترى كم ديوان صار عندك؟ اوه والعشرين ديوان واكثر. معقول؟ معقول عندك كل هالدواوين وما تعزمني على حفل توقيع ديوان واحد منهم؟ هو بالحقيقة لساتهم على الورق، وحالياً عم فكر اطبع ولو ديوان واحد حتى يضل ذكرى بحياتي. ضروري، ضروري جداً. وبصراحة لهالسبب أنا هون. أيوة لأن الديوان لحتى ينطبع أكيد بده موافقتكم. أكيد تفضل. هدول القصائد يلي اخترتها لديواني. هو الحقيقة يعني قصدي إلك. اطمن أستاذ عياد، أنا ما بدي غير موافقتكم، ولهالسبب حاسب حسابي ومخبي قرشين لهالغرض.
إذا كان هيك ولا يهمك، خلال أسبوع إن شاء الله بتكون الموافقة جاهزة، وبعدين حدد لك على مطبعة مناسبة وأسعارها رخيصة مشان تطبع لك ديوانك. كون ممنونك. يا أهلا وسهلا. هادية، شو انت مرتي ولا انا غلطان بالبيت؟ لا امانك غلطان، انا مرتك عبير. لوك 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 لوك، يسلم لي هاللوك ما احلى. إيه هيك ها، من زمان وانا حابب شوفك بهالحلاوه وبهالترتيب هاد. يعني عجبتك؟ ليش من ايمتك انت ما تعجبيني انت؟ قلي لكن مين هي اللي حاطت عينك عليها؟ انا حاطت عيني على غيرك؟ شو عم تحلمي انت ولا شايفه منام؟ لا حبيبي ماني شايفه منام، انت قلت لي بعظمه لسانك انه بدك تفرح بحالك. عادي لقلك، عادي لقلك، شلون بدي افرح بحالي؟ حبيبه قلبي كل القصه ما فيها انه محسوبك ناوي يطبع ديوان ويعمل حفله توقيع لهالديوان، فهمتي بقى شلون بدي افرح بحالي؟ بزمتك هيك كان قصدك؟ ليك التانية شلون بتحكي؟ لكن شو قصدي؟ عبير انت ما في حدا بحياتي غيرك، بقى طمني وحطي رجليك وايديك بمي باردة. إذا هيك معليشي، ولا قلك؟ لا مو معليشي، انت بدك تصرف كل شي معك مشان ديوان الشعر وتحرمنا نحن من سفرة العمر. حبيبتي أنا شاعر أولا وأخيرا، وأي شاعر ما بيكون شاعر إذا ما كان طابع ديوان. بقى هديلي حالك وخلينا نفكر سوا بحفلة توقيع وبطاقات الدعوة، لأنه فعلا أنا هلأ محتاج لذوقك ولباقتك أكتر من أي وقت تاني. ألو، أهلين أستاذ فؤاد. الحمد لله بخير، أنت شلونك؟ موافقة؟ موافقة شو؟ ايوه نيح اللي ذكرتني. ان شاء الله خلال اسبوع بتكون جاهزة. الله معك، مع السلامة. شو وين قصايده هذا؟ يا توفيق، توفيق. نعم استاذ. في قصائد كانوا موجودين بالدرج محطوطين بمغلف شفاف لونه زهر، وينه؟ عندي بالبيت. وليش تكون عندك بالبيت؟ يا سيدي امبارح كنت عم نظف لك طاوله المكتب، وقعوا بايدي كم قصيده قريته، والله حلوين كثير يا استاذ. صحيح انا هازن وعنصر امن متواضع مو واصل للسرتفيكه، بس اللي كاتبهم شاعر مهم. عجبوك؟ اي والله عجبوني كثير يا استاذ. يعني فيه شيء هيك ولا هيك؟ يعني فيه شيء ممنوع؟ ابدا استاذ، كله صالحين للتداول والنشر. لكان جيبوا معك بكره مشان اعطي له موافقه للاستاذ فؤاد. على راسي استاذ. أول نسخة من ديواني بهديك إياها عربون محبة ووفاء وإخلاص وشغف وعشق لأحلى زوجة بالعالم، يعني يلي لولا وجودها ما كان طلع معي هالديوان، مو ما كان طلع، ما كنت عرفت أكتب ولا حرف. تسلم لي يا فؤاد، شو هالمفاجأة الحلوة؟ عامل ديوان وحاططه باسمي؟ لكن حبيبتي باسمي، لكن باسم جارتنا. بتستاهلي يا عبير، بتستاهلي يا عمري، وانا حبيت اعمل لك اياها مفاجاه. عبير الالوان، شكرا حبيبي. بس وينك فؤاد؟ بدي بكره تجيب لي 100 نسخه، لا 200،
لانه بدي اعطي قرايبيني وبدي اعطي جيراني وبدي اعطي بنات عماتي وبنات خالاتي، يعني كل اللي بعرفهم، مشان يشوفوا اسمي على ديوانك. تكرم عيونك، وصل بكره بيكونوا عندي. فؤاد شوف لي هون احلى ولا هون؟ شئ، ليش انت بدك تصمتي ولا بدك تقري؟ لا طبعا بدي اقرا، بس بدي اشوف منظره بين الكتب. مو مشكله، على كل حال هي 300 قطعه دعوه. بشوف هدول يا ستي، انا حجزت صاله بالفندق ودعيت عليها كبار الادباء والشعراء حتى يحضروا حفل توقيع الديوان. ليش الصاله قديش بتسع؟ 800 شخص. ألف مبروك يا عم. الله يبارك فيك. وعقبال الديوان العاشر. تسلميلي يا رب حبيبتي، تسلميلي. وين المدعوين؟ الصالة فاضية لحد هلا، ما فيها الا شخصين. اخي صحتين علي. ايه يا ابو سامير؟ قربت تصير سبعة، ما بنروح على توقيع ديوان ولا الاستاذ فؤاد؟ ايه عود هلا، عود بلا قلة عقل. لك الرجل بعثنا بطاقات دعوة. إذا نحن ما رحنا ونحن من رفقاتك، مين بده يروح؟ لك حبيبي إذا بدك تروح قوم روح، مين ماسكك؟ بس دي معلومة، إذا رحت لازم تشتري نسخة من ديوانه، ها؟ ومو حلوة ما تدفع أقل من 500 ليرة حق النسخة. لك ما اختلفنا، بس يعني أنا ما بلاقيها. لك أخي نحن من غير دفع ما نرقص. بعدين دخيلك أنت بالشعر، من إمتى أنت كنت تحب الشعر والمعر؟ إداء طاولة زهر مع نفس أرجيلي عجمي بيسوى عندي جرير وأبو نواس وهذا المتعري تبعك. المتنبي مو المتعري. يا سيدي والسبعة عام منك ومنه، العاب لإلك العاب. الحجارة بيض إليها. ما اختلفنا، يلا. في هذا الزمن الرديء يطلع الشعر قمرا لينير ليل ثقافتنا المظلم. عبير الألوان ديوان شاعر ومولد شاعر جديد وموعد مع الأدب في زمن قل فيه من يقرأ. في عبير الألوان لوحات جميلة رسمها شاعرنا الأستاذ فؤاد أرمنازي بريشة فنان مبدع. نقول للشاعر مبروك ديوانه الأول، على أمل أن نلتقي به في ديوان جديد. ندعو الآن شاعرنا الكبير الأستاذ فؤاد أرمنازي ليلقي بعضاً من قصائد عبير الألوان، فليتفضل مشكوراً. في كل مرآة من مرايا أحلامي لون اختلاف، لكن واحدة منها لم تعكس بعد طيف الحلم القادم من خلف الشتاء البعيد. يا تلك المرآة لا تذبلي، فربيع الأمنيات آت آت آت. ألف مبروك استاذ. الله يبارك بعمرك. إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ. أهلا وسهلا فيك. يضرب هو والشعر تبعه، قال شاعر أهل. العمى بقلبنا العزيمة، المثل بيقول يا افتح بيتك وافتخر يا سد ونسي تطير، جايبين بتيفور مثل الحجر والعصير صباغ، العمى بقلبكم العمى. أخي التوبة، التوبة. ها آخر مرة بحضر توقيع ديوان شعر بعمري. واللي سمعك، امشي يا أخي. يلا يلا. كل شيء كنت متوقعه يا عبير، إلا إنه ما يحضر غير 10 أشخاص، وثمانية منهم
ما يشتروا الديوان، يعني من أصل 1000 نسخة بعت نسختين، نسختين يا عبير، 200,000 ليرة حطيتهم وراحوا هباء منسورة، طاروا على الفاضي. ولك حتى الشعراء يلي وعدوني يحضروا الحفل اعتذروا، بقى شو اللي عم يصير؟ ليش الشعر ما عاد له سوق؟ قلت لك هال200,000 خلينا نروح نسافر فيهم على تركيا، ما سمعت مني؟ يلا أنا سابقتك على البيت بخاطرك. أستاذ، الوتيفورات اللي زادوا شو نعمل فيهم؟ بلي 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 قرب يا حباب، مية مية كل طاب مية. يلا يا شباب يلا، هاي 100 ليرة، هاي طعها ناولو، هاي الله معك الله معك. هذا فيه قرب يا حباب، 100 ليرة عمي، كل طاب قرب على الشعر، قرب على الشعر يا بلاش، 100 ليرة قرب يا حباب. بري بري بالي 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 بالي، هلا فتحنا هالشيء، تفضلوا يا شباب الاطرب 100 ليرة، 100 ليرة بس تفضلوا. يلا على الشعر، يلا على الشعر. حسنا لهالمسكين، حسنا عنك وعن اولادك يا استاذ. يلا يا علي، يلا يا حبيبي، شو ها؟ ديوان شعر؟ نعم عبير الالوان، ديوان شعر لمحسوبك. مع السلامة، شرفتك. دك قريب قريب قريب. الحمد لله، لقيت اخيرا واحد يشتري الديوان. دخلك قد ايه بيطلع حقه هذا الكتاب؟ يعني مو اقل من 200 ليرة. معناتها تفضل هالكتاب، أعطيني نص حقه، كون ممنونك. والآن أعزائي المشاهدين، ننتقل مباشرة إلى موقع الحدث حيث الحريق في وسط ساحة البحتري، ومعنا من هناك مراسلتنا قناة مرايا الفضائية مروة المعاض. مروة، حكينا شو عم بيصير بساحة البحتري؟ مثل ما انك شايفة، حريق كبير ومفاجئ. طيب شو سبب الحريق؟ شاعر كبير جمع دواوينه بحدود 1000 نسخة وشعل فيهم النار. العمى، بك هذا فؤاد؟ أما عن أخبار الحريق المفاجئ، فقد أخمد رجال الإطفاء النار، وهذا ما تبقى من عبير الألوان، هذا ما تبقى من الشعر، كومة من رماد، لعل ذلك يصلح عنوانا جديدا لديوان شعر جديد ولشاعر جديد. كان معكم من قناة مرايا الفضائية مروة. لك والله صرت مشهور يا فؤاد، ما ضلت فضائية ما نقلت هالخبر. ألو، أيوة، إيه هون بيت فؤاد أرمنازي، إيه موجود؟ لحظة، ألو، نعم أنا فؤاد أرمنازي، مين معي بالله؟ دار السمرمر للنشر؟ أهلا وسهلا، إيه نعم، يمكن بقيان كم نسخة من الديوان؟ لا عندي بالبيت. طيب أستاذ، حاضر حاضر على عيني، مع السلامة. خير فؤاد، شو بدهم؟ ألو، نعم نعم، فؤاد أرمنازي، عفوا، شو اسم دار النشر تبعكم؟ دار الورور للنشر؟ أهلا وسهلا أستاذ أهلين، 5,000 نسخة؟ لا لا لا، مو مشكلة، بتدبروا. لا بتدبروا أستاذ، ولا يهمك.
بكره بتشرف زيارتكم. اهلين معلم، عفوا اهلين استاذ، اهلا وسهلا. الو، هذا بالوقت الحالي استاذ فؤاد، ويمكن نحتاج ل 20,000 نسخه، وعلى الاغلب رح نترجمه للفرنسيه والانجليزيه، والخطوه الثانيه ان شاء الله رح نترجمه للالمانيه والاسبانيه ان شاء الله. تفضل وقعنا استاذ. النسخة الثانية زبدية. شكرا. تفضل استاذ. وهي الشيء ان شاء الله الفضل. لسه موديات. الله يسلمك. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. مدام مسافرين لباريس، مو برحلة سياحية فقط وثقافية كمان، بتوصوني بشيء؟ باي. بلد من البلدان رجل متواضع يعيش على هامش الدنيا بلا دعم ولا سند، وكان فقيرا معدما يلحس من زيت الجامع، ولم يكن لديه وقتها لا ولد ولا تلد، مسكين تتقاذفه الهموم والمواجع، ورغم ذلك كانت آفته الحسد. كان شديد الغيرة كثير المطامع، مفجوعا لا يثنيه عن هذه الطباع أحد. لم يكن يحب مدينته ولا هو بالسكن فيها قانع، بل إن وجوده فيها كان تكملة عدد. ليس لديه طموحات ولا هو في تحقيقها بارع، كلما التمع لديه بريق طموح خمد. وظيفته أستاذ مدرسة، ولم يكن عنده الدافع كي ينشئ جيلا، ولم يكن بهذا الصدد. متبرما متكبرا لا يرد السلام في الشارع، لئيما فاتر النظرات كمن يشكو الرمد، قصير القامة طوله 4 أصابع، وضيع الشأن كشفرة على الأرض أو وتد. أصف لكم هذا الإنسان على الضوء الواقع، وليس في نيتي أن أسيء إلى أحد، ولا أريد أن أوسع الخرق على الراقع، ولكن سيعجزكم إصلاحه وستطلبون المدد. وإذا أحب أحدكم أن يكون عنه المدافع فسوف يكون نصيبه حسرة وكمد. مضت الأيام وصاحبنا في نومه هاجع، إلا أنه تزوج وصار عنده أكثر من ولد، وتشاء الأقدار أن زميلا له في الصف السابع قد أعزه الله بمنصب عال في البلد، وعلى شأن هذا الرجل وأصبح اسمه لامع، وكان وفيا خلوقا مجتهدا ومن جد وجد. ولما درى صاحبنا بزميله استقت منه المسامع، فكان أول من ركض وتزلف وأول من قصد. قال للمهاب وهو يقبل يديه بصوت خانع: أنا يا سيدي نعم المخلصين لك إلى الأبد، فانظر ما عساك فاعل بي وصانع، وعيني ولو محافظا في محافظات البلد، وسأكون لكم عبدا وذيلا ونعم التابع، وسأضرب بسيفكم وخسئ من جحد. تبسم المهاب واستجاب بقلب ناصع، وعينه في منصب شكره عليه ثم حمد. تتالت الأعوام وأصبح صاحبنا في أعلى المواقع، وصار يحصد خيرات البلاد مع من حصد، وتقلب في المناصب والوظائف والمواضع، وكان كلما كبر شأنه ازداد لديه الجشع والحسد.
وعندما كان يشكوه عند المهاب مراجع كان يزعق عليه فيلبد ذليلا مع من لبد، ثم يعاود غيه وفساده ويقتني المزارع ويستورد الممنوعات والعتاد والعدد. لم يكن يعنيه قانون ولم يكن يردعه رادع، كان جل همه تكديس الثروات لولدان الولد، ولم يكن يتورع عن السرقات والمصادرات والفظائع، فصار يقضي ويمضي وكأنه بالحكم انفرد، وصار في ميزان القوى الرجل الرابع، وكذا الفرص تأتي بين جزر ومد، وتطاول رأس القصير حتى بلغ مآذن الجوامع، وصار يجلس كالطاووس يناظر القوم لا يعجبه أحد، وكان لا يفهم من منصبه إلا اكتساب المنافع، وصار عنده أملاك أكثر مما يدور في الخلد، ووعد صبيانه وكل من فيهم مفجوع وجائع بامتلاك المعامل والأراضي، وقد وفى بما وعد، وكدس الأموال في بيته كالصوامع، وورد اسمه مع أغنياء العالم مع من ورد، وفي كل بنك له رصيد وودائع لا يعلم مقدارها إلا الفرد الصمد. وكان يقول كذا الدنيا تقف مع المغتنم الطامع وتقعد مع القاعد لو أنه قعد. لم يسمع عن مآثر هذا القصير سامع، ولا هو نوى ولا باشر إصلاحا ولا اعتمد، كان عند الملمات يتوارى كحلزون القواقع، وعندما يظهر يلسع كالبعوضة جلد الجسد، ولم يكن يوقظه من غيه ضرب المدافع، ولا هو خاف من المهاب ولا هو من سخطه ارتعد، حتى إذا زار مدينته لم يقرع له بالطبل قارع، ولا أحس بوجوده لا رجل ولا امرأة ولا ولد، فكأنهم خجلون من انتمائه لهم في الواقع، والفرح بوجوده بينهم قد تلاشى وهمد. هل هذا حقا في ميزان القوى الرجل الرابع؟ إن الفساد إذا تطرق لرجال الحكم فالحكم فساد. تسارعت الأيام عجلا والزمان للنهايات يسارع، فإذا الأخبار تنبي أن القصير هرب من البلاد ونفد، ولدى التحقيق تجلى أنه بائع لأملاكه وقصوره وجردها جميعا فيما جرد، فر كالجبان في الليل والكل هاجع بعد أن خطط لذلك سرا والعزم عقد. كان هذا الفرار خشية أن تهب عليه الزوابع ويرصده مجلس التفتيش إذا دقق ورصد. في بلاد الغرب أشرع سليل الأصل لسانه اللاذع، ومضى ينتقد التسيب ونظام الحكم والفساد فيما انتقد، وعاش في منفاه الذي اصطفاه مختارا وطائع كمليك بين حراسه، تمترس واستعد وصار ينفث سمه الزعاف الناقع ضد بني وطنه الذي جعله في رغد، وصار يتلمس المعاذير تارة والذرائع، وبأنه هارب من الفساد والحديد والزرد، وكأنه لم يكن يوما في موقع الرجل الرابع، صار يظهر على الشاشات يوم الجمعة والسبت والأحد. ما همه هوية المحطة، بل همه من هو دافع للدولار واليورو ولمن هو نقدا قد نقد. وسالت لهذا الأخرق الرقيع المدامع وأقنع الغرب بأن كان عليه الفرار والحرد، وبكى بدمع تماسيحي وصرح بأنه على الوطن جازع وانفعل ممثلا وعلى أشداقه الزبد، فمسحوا بالدولار دمعه وحشوا باليورو فمه وشتى المواضع خشية أن ينهار مريضا أو أن يصاب بالعقد.
هل تعتقدون يا سادتي بعد سرد الوقائع بأن الأجنبي سيحترم الخائن طول الأمد؟ وهل عليه أن يحتضنه ويكون عنه المدافع وأن يقدس ذكره كلما ورد؟ هل رأيتم مثل هذا المثال الفاقع لسياسي عميل ليس له مؤازر واحد في البلد؟ والمؤلم أن الفساد به وبدونه في البلاد شائع، ولكن كيف يبصق المرء في صحن أكل منه وازدرد؟ طبائع عند السياسيين، ويا لها من طبائع، كل بما هاجر إليه وبما نوى وبما قصد. فمن كان ليس في ضميره ثم توازع وهاجر إلى الخيانة فالمروءة قد فقد. والخير يجنيه السياسي الذي هو لبذرة النماء زارع، والشر يهلك صاحبه ويذهب جفاء كالزبد. فوحق الخالق، وحق من كان للكون صانع، وحق العلي القدير الذي رفع السماء بلا عمد، لا يوفق الله خائنا وستدمره الفواجع، وذاك مصير من كان خائنا وعدوا للبلد. وسيظهر وجهه الحقيقي مهما تخفى خلف البراقع، وستلف رقبته حبال خيانته حبال من مسد. ومن سلب شرفه فالولاء منه ضائع، ويقينا من فقد شرفه مرة فإنه لا يسترد. ستبقى عزيزة بلادنا، عصية على الطامع، ويرقد الخائن في مقبرة التاريخ ملعوناً لا يذكر اسمه أحد.